بحذر يتلمس سكان أوبرينوفاتس الصربية طريقهما إلى حياتهم القديمة بعد أن قضوا عطلة نهاية أسبوع في ملجأ للطوارئ بسبب الفيضانات التي غطت منازلهم. الآن يقف غوران ديورديوفيتش وزوجته أمام بيتهما، ويبدو أن أحلامهما ببقاء المنزل سليما ذهبت سدى. كل ما نملكه تهدم، والآن لم نعد نملك شيئاً. المنزل في حالة لا يمكن فيها إنقاذه، علينا هدمه بالكامل، هذا إذا لم يقع من تلقاء نفسه. كثير من جيرانهما لا يزالون في ملجأ الطوارئ، وهو عبارة عن صالة رياضية في بلغراد. هناك تبرعات من كافة أنحاء أوروبا. قلة من الموجودين هنا يفكرون في المستقبل، أما الأكثرية فلا زالت تتحدث عن لحظة مجيء الفيضان. تدفقت المياه إلى بيتنا وكأن أحدهم قد فتح سداً. مياه قذرة صفراء في كل مكان. كنا في الخارج واستطعنا رؤية ما يحدث. في غضون دقائق غمرت المياه الدرج ولم يعد بالإمكان رؤيته. ثم وصلت المياه إلى إطارات الباب وكان صوتها كشلالات هادرة. لم يتم بعد حظر كافة المخاطر، فبالقرب من أوبرينوفاتس قام المتطوعون طوال الليل بجري أكياس الرمل لحماية محطة توليد الطاقة في البلاد، خوفاً من أن تغمرها المياه، ما سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن نصف صربيا. الوضع في البوسنة والهرسك وكرواتيا لا يزال حرجاً رغم بدء المياه هناك بالانحسار الآن. اليابسة أصبحت طرية، ما أدى إلى حدوث العديد من الانهيارات الأرضية كما يظهر هنا في هذا الفيلم المصور بالهاتف. الطين دمر أساسات أحد البيوت. هناك خطر آخر أيضاً، ألغام أرضية غير متفجرة من مخلفات حرب البوسنة أخرجها الفيضان من الأرض وجرفها. عشرات الآلاف من هذه الألغام لا تزال منتشرة في المنطقة، ولا أحد يعرف أين جرفتها المياه.